اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. ايمان، اكمل حواري معاكي. الحديث رائع مع فرد فيكم في الاسره بجد، ابتداء من الحاج عبد العزيز اولكم، وكلكم بجد حديث جميل ونابع من القلب. بس انا سؤالي بقى، الانشاد الديني لسه ليه جمهوره زي الاول؟ ليه الواحد حاسس انه مش بس واقف مكانه، لا ده بيتراجع؟ نسبه مستمعيه، نسبه مشاهديه، حاسه كمان ان انتوا كمنشدين المفروض ان انتوا كمظهر، مش كلام، مش كمضمون، كمظهر، هل في طريقه تواكبوا بيها التطور السريع اللي بيحصل ده، سواء اخراج الاغاني اللي بتنشدوها، سواء تصويرها، ايه رايك؟ هقول لحضرتك حاجه. كنت بعتقد ده في الاول لما اقول مثلا ان جمهور الطرب كبير وجمهور الانشاد صغير. بالعكس، اللي انا شايفاه ان كل لون من الفن بيبقى ليه جمهور. ولما ما كانش فيه مثلا واحد اسمه فارس الانشاد الديني زي محمود ياسين التهامي، ليه شعبيه كبيره جدا ما يقلش ابدا عن اي مطرب، ولا كان في رئيس المداحين زي الشيخ احمد الكحلاوي. كل لون وبيبقى ليه شعب. ده اللي اخدته في الراي الصحيح بعد كده، لما جيت بعد كده اشوف فن كل واحد يدل من رايي من في الاول والاخير. يعني انت شايفه ان هو ليه جمهوره ومش ضروري ان انت تواكبي قوي روح العصر في الانشاد الديني، لا هو ليه اسلوبه اللي انت راضيه عنه أكيد. ومش عايزه تغيير فيه. لا، التغيير الصح اللي احنا نحاول نعمله هو تطويره على حسب مستويات العصر الحديث. يعني مثلا، طب ما هو ده سؤالي. ما السؤال اللي احنا دايما كنا بنقوله مثلا، يعني الاغنيه مثلا اللي كان الناس بتحبها زمان، بنقول الناس دلوقتي، زمان كان السمع جيد جدا، كان الناس بتحب تسمع. لكن دلوقتي للاسف يمكن السمع ما عادش جيد بشكل صحيح، خصوصا ان في طبعا اغاني كتير جدا انتشرت ممكن نقول اللي هي ملهاش علاقه بالطرب. ايوه، نخلي اللي احنا نعمل الحاجات دي ازاي، نشوف اللي بيحبوا مثلا الشباب او اللي قايل لي الناس الكبيره، نخلي كل الناس بتسمعه، نخلي ناس كبيره بتسمعه، نخلي شباب بتسمعه، نخلي اطفال ترددوا، ايوه. نعملها بشكل وانت جديد، شايفه كمان توزيع ان جديد. الدعايه ليه لازم تكون اكتر، عرضه بنسبه اكبر، طبعا يعني الاعلام هنا عليه دور ان احنا نسمع الناس ونسيبهم يختاروا. اكيد. نعرض اسلام، العرض انت معايا؟ متفق معايا. تمام. اسلام، انت بتعتبر نفسك انت مكتشف ايمان، بتقول كده. اكتشفتها امتى بقى؟ اول مره قلت انا عندي اخت عندها موهبه، امتى؟ كان عندها كام سنه؟ كان في اعدادي تقريبا، اعدادي، في اعدادي. ازاي كانت اكتشفت وصلت ايمان؟ انها كانت بتردد اغنيه، مش فاكر ساعتها كانت ايه، بس قالتها بشكل رائع. قالتها ازاي؟ بتاعت ام كلثوم، امدح المكمل. قالتها، انت فاكره؟ فاكره اكتر من اسلام. قالتها بمقام كويس، قالتها المقام كان فيها كويس، طبقات الصوت ما فيش طبقه اعلى من الثانيه، كانت طبقه موازيه يعني، ما لقيتهاش، كانت بتقلد باسلوب كويس. يعني انت اكتشفت ان كمان المقامات عندها المقامات عندها والطبقات كويسه بتاعتها كويسه والطبقات جدا، كويسه هو طبعا، وعاليه. وصوتها صوت قوي، صوت اللي هو اللي بيسموه الاوبرالي او صوت الجبلي سيان، يعني وصلت لمرحله انها صوتها، طبعا صوت سيدنا ام كلثوم عالي جدا، صوت قوي، هي رنان. وصل رنان، هي وصلت لمرحله انها ايه، وهي بتقلدها، وصلت لانها ايه، هي كانت بتقلد ام كلثوم وهي بتغني. طيب، ده مش اي هيخلينا على حد فكره يعرف نطلب يغني منك قريب قوي تغني لام كلثوم، ام لان دي انت كلثوم. عارفه يعني. على فكره ام كلثوم من نفس البلد، من دقهليه برضه. طبعا الزهايره سنبلاويه. جنبنا، الزهايره. السنبلاويين سنبلاويه. يعني ده يعني بينا وبينها جيران. 30 طبعا. كيلو. بس 30 كيلو جيران برضه، تعتبروا جيران يعني. محافظه الدقهليه، محافظتنا، ايوه، مركز السنبلاويين. فقلت لا خلاص، دي تستحق مني التشجيع، مش ان انا احارب واكبت زي بعض الناس ما ممكن تفكر، او الشباب. اسراء، انت عندك مواهب اسمع يعني، او هوايات تانية غير ان انت طبعا نفسك وبتدرسي في الاعلام ونفسك تبقي مذيعه؟ يعني شويه بحب اكتب خواطر، شويه في البيت او مع اختي ايمان بنقعد مع بعض نكتب، انا اكتب وهي تشجعني او كده. خواطر يعني اخذت شكل ادبي، شكل ادبي شويه، مبدئيا نقول ممكن تكون مبدئيا. كتاب بعد كده ممكن، لا هي ولا مبدئيا يعني خواطر يعني بشكل ادبي او شعر عامي، مش شعر العامي بس، يعني هي شعر. خواطر بحب اكتبها كده من حين لاخر، مش على طول معايا عشان كانت شاطره الدراسه كتير جدا وكده. في التنقلات لدرجه ان انا وهي لما كنا قاعدين مع بعض هي عملت حاجه وانا لحنتها.
ودلوقتي حاليا ده سؤالي يعني، هل الخواطر ما ترتقيش ان انت تغنيها؟ لا طبعا ارتقت، خصوصا اللي هي كانت عامله في بعض التنقلات كانت بتقول يا كامل الزيني يا قره العيني سدد لي الديني حبيبي يا رسول الله. الله. طيب دوركم بقى تشجعوا بعض، بقى تشجعي بقى اختك الصغيره، لان واضح ان في موهبه في العيله، ما اعرفش طبعا الوراثه جايه من مين، مين الاساس؟ انت ايوه انا برضه حسيت يا حاج ان انت الاساس. قول لي بقى هم وارثين كل ده من حضرتك؟ كنت غاوي شعر وتمثيل، انا كنت في المدرسه وانا في ابتدائيه عملت، وانا في ثانيه ابتدائي لا في ثالثه او رابعه عملت تمثيليه، كل الموجهين كانوا ايامها مفتشين، وكانت اسمها المعارف العموميه. أيوة. كانت ايامنا اسمها المعارف العموميه، وكانت وزن او اكل، ازاي طفل وعمل تمثيليه كانت اسمها شجاعه اعرابي. أيوة. ازاي ده انت فاكر لغايه دلوقتي اسمها؟ فاكرها. اه ازاي واحد يضحي بابنه وبنفسه من اجل انه يحمي الوطن من الاعداء. أيوة. لما تسمعيها تنبهري منها. اتأثرت بيها وقدمت الدور عشان كده بقلب وحل اعجاب الجميع، وخدت جايزه يومها، والمفتشين والموجهين والدنيا بقوا شايلين لي. امال انا عمال اسالكم قبل التسجيل اقول لكم انتوا اكيد وارثين من حد. طب بابا، طب ماما، طب ما طلع جده هو في العيله ممثل كبير. عملت دور اعرابي ودور راجل عايش في الصحراء والاعداء جايين يقتحموا البلد، فالميه انتهت منهم، فازاي بداوا يتدهور الجيش بقى واحد بعد الواحد اللي جايين يحتلوا البلد. وما استمرتش يا حاج في التمثيل بقى؟ لا ما استمرتش. استفيد بالدور ده؟ جت بقى طلعت من سنه سته. أيوة. الظروف الاجتماعيه او ما كانش اتجاه للتعليم، ولذلك انا من مؤيدي التعليم. أيوة. لان العلم نور في كل بيت. النهارده لما يكون عندك اسره متعلمه دي ثروه. ايوه. النهارده لما عيل يشتري اسمي الاستاذ المهندس فلان الدكتور فلان، دي فخر وعز، حاجه تساوي كتير قوي. تساوي. والنهارده لما ابني يطلع كويس ما ياذيش حد، هيرحم عليا وهيفتكرني بالخير. يعني حضرتك هنا بتقول لنا العلم والاخلاق، يعني العلم واحد اخلاقه والتربيه والتربيه والأخلاق, والاخلاق مع العلم. العلم دي كانك انت سايب ثروه والتعليم. التربيه قبل التعليم. صح. هي الفايده انه متعلم ومش متربي. ايوه. كلامك جميل يا حاج عبد العزيز، ارجع لك تاني. بس ايمان من ساعة ما سمعت انك بتقلدي ام كلثوم وانا يعني عايزه اسمع ام كلثوم، بعدين نكمل بقى كلامنا مع الحاج عبد العزيز براحتك. اتفضلي. امد حلمك كمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول. امدح المكمل احمد الرسول امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول. الغمام ظلل دونه يحول، من به تمثل للنبي نور. الغمام ظلل دونه يحول، من به ربنا أنال من رأى جمالا فاز بالقبول. ربنا أنال من رأى جمالا فاز بالقبول يا رسول الله. ربنا أنال من رأى جمالا
الله الله. إيمان، دايما بيبقى مشكلة اللي بيبدأوا إن عايزين حاجة خاصة بيهم، أغاني خاصة بيهم، يعني نقول إيمان نفتكر. طبعا ممتع إن أنا أسمع لأم كلثوم وأسمع لكل الحاجات القديمة دي. إيه الجديد عندك أنت بتعمليه لنفسك بقى؟ الجديد اللي أنا عملته في رمضان، عملت ألبوم أدعية عجب ناس كتير جدا، خصوصا كان في طبعا دعائين اسمه يا رب طهرنا، والدعاء التاني اسمه يا قلبي يا حيران. واخد من النوع الحديث وفي نفس الوقت بتدعي فيه ربنا بتوزيع جديد جدا وعجب بناس كتير. الحاجة التانية أنا عملتها فيديو كليب عملته للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت شد الناس جدا، كانت عبارة عن محاورة ما بين يعني إيه زي ما تقولي الناس متجهين للكفر، واحدة بترد عليهم بالإيمان، يسألوك اسألوا من هو سأجيبكم أنا، كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله برضو حقق حاجة كبيرة جدا. بعد كده أسرى أختي كانت عامد خطيرة، أنا لحنتها وعملتها، وعملتها ليها بتوزيع جديد بقت بتاعتي. جميل جميل الله. بتسمعي لمين؟ بحب السمع جدا للنقشبندي، مصطفى اسماعيل، نصر الدين طوبار، طه الفشني، كل واحد فيهم لون وكل واحد فيهم مدرسة. ده معلم مقامات شاطر، ده بيتحكم في العرب بطريقة غير عادية، ده واحد يقدر يعلمك نوع في الموسيقى ممكن محدش اكتشف لحد دلوقتي من كتر ما هو يعني مثلا في جواب، في قرار، في قرار القرار، في جواب الجواب، تقدر تعلم ما بين مقام مقام، تلاقي نفسك في البياتي فجأة دخلتي في الرصد. كل حاجة بتعتبريه مدرستك اللي بتتعلمي منها كل مرة حاجة. حبيت اللي أنا أعمل لون جديد، نفسي أعمل أنا ليا مدرسة خاصة بيا أنا، تاخد من اللون الحديث وفي نفس الوقت ترجع الأصالة بتاعت زمان، فتلاقي تجاوب اكتر من الشباب، تجاوب اكتر وفي نفس الوقت انت محافظه على أكيد. الاساس وعلى اللون الاصيل، على اللون، على الرقي والاصاله، وكمان يرددها اطفال. ليه بس يكون شباب او ناس كبير يعني. كمان يرددها اطفال. الله عليكي. وايه ايه مشكله المشروع ده؟ ولو عملتيه هتعمليه في الدقهليه ولا تعمليه بقى في القاهره؟ مش بتفكري ان لازم انا عشان اتنقل نقله كبيره لازم اجي القاهره؟ اكيد. الاجابه دي خليها بقى بعد الفاصل اللي انا بدعوكم لمشاهدته والساده المشاهدين. الإنشاد الديني هو ذلك الفن والذي يتناول الموضوعات الدينية بشكل فني غنائي. يظل الإنشاد الديني واحداً من أهم دروب الفنون وأكثرها تأثيراً على المصريين والمسلمين في كل مكان، حيث يلعب هذا النوع من الفنون دوراً كبيراً في التهيئة النفسية والدينية للمتلقي، تزداد بدرجة واضحة في شهر رمضان المعظم. لقد اشتهر عدد كبير من المنشدين المصريين والذين طوروا هذا الفن عبر التاريخ. من منا يمكن أن ينسى إبداعات الشيخ سيد النقشبندي أو الشيخ طه الفشني أو الشيخ ياسين التهامي أو الشيخ أحمد التوني أو الشيخ محمد الكحلاوي. إن دروب هذا الفن لم تخلو من لمسات المنشدات المصريات، حيث بلغت شهرتهن الآفاق، مثل خضرة محمد خضر وجمالات شيحة وفاطمة سرحان وزينب يونس، ليبقى فن الإنشاد الديني واحدا من أسمى أنواع الفنون عبر العصور. بتفكري تعملي الفكرة أو المشروع ده في القاهرة ولا لأ برضو هتفضلي في الدقهلية؟ لأن بالنسبة للفنانة لازم بيبقى اتجاهها في الآخر القاهرة، لو عايزة تتوسع، لو عايزة تحترف، لو عايزة شهرة أكتر. اتفضلي. أول ما بدأت في الدقهلية، كان في المنصورة من بداية قصور الثقافة لحد ما انتقلت المحافظات، بس حسيت إن أنا لو حبيت أتشكل إن أنا أتوسع بشكل كامل لازم يكون في القاهرة. بدأت في القاهرة وبدأت إن أنا آخد أول حيز اللي هو التطوير بالتوزيع الجديد او التلحين الجديد. والحمد لله لما عملته في رمضان ونزل نجح،
يعني وده جاب رغبة كبيرة جدا من ناس كتير، وده اللي خلاني بعد كده أتشجع لأن أعمل فكرة جديدة ما اتعملتش قبل كده من النساء. الفكرة اللي أنا ناوي أعملها جديدة والحمد لله بدأت في تنفيذها، إن هو فكرة الجمع ما بين الترانيم المسيحية والكلمات الإسلامية، ما بين واحدة من الدير المسيحي وما بين واحدة مسلمة. وهنختم بحاجة وطنية تبين إن المسلمين مسيحيين يد واحدة مع مصر. كلام جميل جدا لما واحدة عادية تقوله، لكن لما واحدة من عائلة محافظة ولسه عايشة في الدقهلية وحواليها أفكار معينة، فكر معين مسيطر عليها، أنا شايفة إسلام وإسراء معايا كمان جدا، بيقولوا لي طيب أنا مش هكمل، أنا هخليك أنت تكمل الكلام أنت وإسراء، مش ممكن تواجه بنظرة معينة أو نقد معين؟ طبعا خصوصا في الفترة دي، لأن الناس النهاردة مع أن دي المطلوبة، وإحنا بنقول كمان يعني تطوير وتجديد الخطاب الديني، وبنقول الفكر الوسطي، وبنقول التسامح وإعلاء القيم دي كلها طبعًا. ده مطلوب، لكن أنا بسأل سؤال لأن أنا عارفة أنتوا عايشين فين، في مجتمع والمجتمع اللي حواليكوا إزاي. مشكلة الناس اللي بتبقى مثقفة اللي الوعية اللي درسة بتفهم الموضوع أن هو إيه، إزاي بنت يعني تدخل نفسها في نقطة زي دي، معناها إنشاد ديني، معناها بتقول حاجة جميلة، حاجة لربنا سبحانه وتعالى، مدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، خير خلق الله. ففي ناس معينة بتفهم الموضوع إن البنت دي راحة في مجال إنها إيه؟ طب ما تقرأ قرآن، طب ما تبع، طب ما ليه بيبصوا على انها مش متدينه، على انه نوع من انواع البعد عن الدين والاسلام، ونظرات قله من الناس بيفهم الموضوع بشكل تاني. حتى ما شفت على اليوتيوب ناس بتدي كومنتس حاجات يعني الواحد بيستغرب ان هي لسه موجوده، وان في العصر ده لسه الفكر ده بيفكروا كده، مع ان احنا بنتكلم انشاد ديني، احنا ما بنعملش حاجه مدح في الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، مش حاجه اللي هي يعني الغنى التجاري، الغنى اللي فيه كلمات او حركات او اي حاجه خارجه، ما فيش يعني مش خليعه ولا حاجه. تمام، ما وصلهمش النقطه دي ان هم يفهموها بالشكل ده. لسه بتواجهي بالنظرات دي عندك وبتضايقك؟ ان طبعا بتواجه بيها كتير جدا، وما زالت زي ما قال استاذ ليا طبعا مايسترو الكبير احمد زكي، لان هو اللي كان ليه فضل عليا كبير جدا في دخولي في الحكايه دي بالذات، العالم الموسيقى، العالم المقامات ديت، كان دايما بيقول لي هتلاقي النقد من اول ما تبتدي لحد حتى لما تقرري تعتزل، برضه هتلاقيه بعد ما تعتزل. هتلاقيه موجود ملازمك ليل مع نهار. انك تقبليه وتحاولي تتوسعي، يعني ايه تاخديه بسعة صدر، ده هيساعدك كتير على انك تنجحي. وهيفيدك كتير جدا. ما تقبليهوش، لا يبقى خلاص دي بدايه نهايه الفنان. طيب انا مش هقول المره دي الايمان سمعينا ايه، انا حسيبكم انتوا تختاروا، يعني الحاج عبد العزيز او انتوا تختاروا اسلام واسراء. انا بحب يعني مثلا اسمع منها قمر، جميله قوي، بتسمع تقولها حلو. ايه رايك، موافقه؟ نسمع قمر. يا قمر ربنا يخليك. صلوا على من أزار ديننا رسول الله وشفيعنا سمعا غدا وبالوجود حبيب الله. وعم نوالوها كل العباد
ولادي وعم نوالوا كل العباد وعم نوالوا كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل يا جميل وجميل سيدنا النبي وجميل. موهبة بالفطرة، موهبة طبيعية، موهبة. بتعملي اي حاجه عشان تحافظي على الهبه دي اللي ربنا اداها لك؟ يعني تمارين معينه؟ طبعا. اعرف ان يعني على الاقل ده الفكر في الخارج ان أكيد. ان في تمارين اولا بدنيه معينه بتتعمل طبعاً. في نوم بعدد ساعات معين أكيد. ابتعاد عن عادات وقرب من عادات اخرى. بتعملي انت ايه اول حاجه بعملها؟ طبعا هو تنميه الموهبه طبعا بتدرب المستمر على المقامات وعلى الطبقات الصوتيه، خصوصا مثلا تلاقي غصب عنك، يعني بتحصل كتير جدا الفنان تلاقي صوته مسدود، تحس انه مسدود في حاجه، ازاي يقدر ينقذ نفسه؟ يحاول بعد كده مثلا كنا اتعلمنا ان هو حاول ينجز اللي هو يحاول ينجز الاغنيه بشكل قياسي وحاول يتنقل من مقام لمقام عشان يقدر ينقذ نفسه. كنا بنتعلم الموسيقى دايما بيقول ايه اللي يقدر ينقذك مثلا وانت عازفه او انت مطربه، انت مثلا في مقام باتي حاولي للراس يبقى ده انقذك. كل حاجه بتنقذ حاجه. العادات الغذائيه دايما بنحاول نحافظ عليها بالتخفيف، طبعا كل حاجه ولها مقياس معين بتاخدي، طبعا في حاجه اسمها حاجه للعطاره لحاجه للاصوات، طبعا مكثر طبعا لحاجه مشروب اسمه النعناع بتبعدي طبعا. معظم الناس على فكره ودي ملحوظه كنت عايزه اقولها كتير جدا في برامج، معظم الناس اللي ممكن تفتكر ان ينسون ممكن على طول اسمع لا انا محتاج ينسون عشان صوتي واسلك صوتي، لا حقيقي ولا ده المعلومه دي خاطئه تماما. والمعلوميه الينسون بسبب ارتخاء جامد جدا للاحبال الصوتيه، ولو حد فعلا عايز يعمله يبقى يشربه قبل ما يفكر انه يغني بساعه، بساعه بكتير جدا، ساعه على الاقل على الاقل، يعني على الاقل جدا لازم يكون ساعه، وده اللي فعلا بسبب. تاني حاجه بنعملها التدريبات الرياضيه. طبعا في حاجه طبعا كنا بنتعلمها اللي هي التدريبات الرياضيه مع كتر المشي ده بيساعد كتير على النفس، لكن حكايه مثلا يقول لك انسداد صوت او انفتاح صوت لا. ممكن انا اكون مسدوده في صوت بيبقى في اغنيه غصب عني، تلاقي مثلا المقام خني او العربه خانتني، ممكن يكون مفتوح في حته ثانيه. ايوه ده ما بيرجعش مثلا ان هو مثلا انخفاض في نسبه رياضه او تقليل في نسبه تدريبات الموسيقى. ممكن الاقي منشد ديني ما يكونش حافظ القران او بيقراه جيد وبيجود فيه، صعب يبقى ضعيف اللغه العربيه او مش حافظ قران بيتهيألي، ولا ممكن؟ هو ممكن بس نادرا، لان هو ما نقدرش نقول ان هو منعدم او مستحيل، ممكن بس نادرا نادرا. لان دايما هقول لحضرتك حاجه، القران الكريم كان سبب اساسي ورئيسي اللي تلاقيه في نجاح اي منشد ديني. ايوه بيخلينا ازاي ان احنا نخرج مخارج الحروف صح. ايوه ودي حاجه اساسيه، بيخلينا ان احنا مثلا العربه دي ما تتحكمش فينا. يعني مثلا في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا اولياء الشيطان. صدق الله العظيم. فقاتلوا اولياء الشيطان تلاقي فيها حس كده في عروق قصيده، يعني مثلا لا دي ما تتحكمش فيك، وفي نفس الوقت انت ماشيه مظبوط لا قل ولا يسن. ايوه مفيش ماشيه مظبوط بالترتيب بالظبط عشان ما تقدرش ان في حاجه تانية وراكي يخون. يعني مثلا متعودين دايما قراء القران الكريم بيبتدوا بياتي وبينتهوا بياتي، لكن تلاقي دلوقتي معظم قراء القران الكريم ممكن يبتدوا بيات، لكن ممكن مثلا واحد قارئ ينتهي بالسيكة. أيوة. المقام اسمه مقام السيكة. مش ضروري ان هو ينتهي بياتي، ده بيرجع دايما على انك منظمه القراءه من اولها. تمام، اديتيني مثال حي انت دلوقتي، ربنا يخليك.
إسراء، حلم برضو ان انت تبقي اعلاميه مرتبط بان انت تفضلي في الدقهليه تفتكري، ولا تيجي القاهره؟ وهل ممكن لو اتيحت الفرصه؟ هي طبعا بالنسبه لي او بالنسبه لاي بنت ليا نفسها تبقى حاجه كبيره، نفسها تكون جنب اهلها، بس حاليا او كامكانيات عشان الواحده تحقق نجاح او تحقق لنفسها كيان معين تبقى في القاهره انتشار اكتر. وتفتكري العيله هتوافق؟ مش هيبقى فيه اعتراض بقى؟ احنا توافق يا اسلام ولا ترفض؟ ولا وبابا يوافق؟ طالما دخلت المجال ده ما وافقش ليه؟ لو مش موافق ما كنتش خليتها تخش المجال من الاول. واحنا عيلتنا يعني داخله المجال على اساس انها اختها تشجعها تشتغل، هي حباها تعلو وتنمو وتزدهر بصرف النظر تعيش فين بقى. ما عندكوش انتوا الفيلم ده طالما انها انا واثق منها ومتربيه تربيه ايمانيه وتربيه في بيت كويس لازم هتبقى محافظه على نفسها وعلى سمعه اسرتها، لانك مش هتفضل على طول رقيب عليها ماشي وراها، فانت بتربي بتغرس القيم الحقيقيه الاصيله وطالعه من بيت شكله ايه. تمام. والاهل مشجعينها. البيت هو المدرسه الكبرى. أيوة. والجامعه. أيوة. اللي بتخرج الاجيال، الام والبيت والاب. يا بنتي عيب كده، ما تطلعيش كده. على ايامك يا حاج كنت بتربي البنات كده برضو؟ من غير ما تراقبهم بقى او تمشي وراهم او تعيشهم؟ ما كانتش الطريقه دي انتشرت بالطريقه دي. الخليعه والبتاع والشباب اللي انت شايفهم الكلام ده ما كانش. ده كان في لما كنت خاطب زوجتي وكنت اروح عشان عندهم في البيت اكن سلك كهرباء. لا قول لي بقى انت خطبت زوجتك ازاي؟ انا فاتني السؤال ده ازاي؟ هي بنت عمي. ايوه. وبعدين بقوا يعني انا يعني خطبوني خدوني كده. هم اللي خطبوك يا حاج؟ كانوا بيشكلوا عليا. اي والله. لقوك لقطه. كان زمان اللي تاخد واحد تبعد عن الفلاحين والبتاع دي تبقى يعني مرات قشطه مرات مهندس مرات مدرس يبقى بعدت عن الطبقه اللي هي البهدله دي. فكان يعني خطبوني هم يعني هم لقوا فيك ان الصفات يعني هم كانوا شايفين المهندس هي بنت عمي طبيب وكده. لا دول هيقبضوا على قدهم. انت كسيب بنت عمي كده؟ وكنت مستقيم لا بشرب سجاير، متدين، اعرف ربنا، اخاف الله من شغل البيت العمل الصلاتي. أيوة. فدي ميزه برضه ان شاب ماشي منحرف وبقضي ليله في الشوارع وفي القهاوي والمقاهي والبتاع. أيوة. غير واحد ملتزم بيصلي فرضه ويروح ينام في بيته في وسط عياله، يسال على عياله ده ذاكر ده ما ذاكرش، ده ماشي ازاي، ده بيسهر فين، ده بيروح فين، البنت يعني هي بنت عمك وهم كانوا ادرى الناس باخلاقك عامله ازاي. هم خطبوني وخدوني خلي بالك الحاجه. وانت وافقت يا حاج برضه؟ وافقت ولا ما وافقتش؟ انا وافقت. يبقى اكيد انت برضه كنت راضي. ده هي انجبت الذريه دي طبعا. امال ايه دي كفايه. والحمد لله ربنا ست زوجه صالحه وكويسه وربنا بارك لنا في اولادنا. واللي ما طلتوش انا في شبابي او تعلمتوش علمته لعيالي. ايوه. وعيالي اتخرجوا في الجامعات والوقت مستوانا كويس الحمد لله وقعدنا كويسين وبس ربنا يوفقنا ويحوش عننا الشكرم يا رب يا رب ويحفظ مصر ويحفظنا وجمعنا في الحب والاخلاص والترابط والتماسك يا رب. لان احنا المفروض نبقى كلنا راجل واحد، مفيش دي ايه وده ايه وده ايه، لاننا كلنا ابناء بيت العيله الصغير اللي انا شايفاه ده المفروض يبقى على اوسع ابناء يبقى على اوسع احنا واوسع أبناء مصر. هنشوف كلنا مصر ابن وطن واحد ولاده ونحس باحساس بعض. كان زمان اللي عنده ميتم الناس بتزعق يعني ايه بنحس بالمشاعر. أيوة. النهارده الشقه دي فيها منفصلين رغم ان الشقق جنب بعض كل واحد فيها ميتم في منفصل في عالم تاني. ده كان زمان لما يحصل ميتم في جنبنا إيه؟ ولا فرحه ايه ولا حزنه ايه ولا المه ايه. ست شهور ما نفتحش التلفزيون وحزينه على بقول جه عيد نعمل كحك ولا كنا تقعدوا ست شهور ما تفتحوش التلفزيون وسنه حزانه على حزين على كنا بنحافظ على الجيره وكنا بنتلم كلنا الشارع ناكل في طبق واحد. ايوه كانت حقيقه. كانت والدتي حضرتوها انتوا كجيل والدته ربنا يديها الصحه كانوا الجيران بتوعها يا ام عبده انا الكبير يا ام عبده انت طبخ ايه النهارده؟ طب يقوموا جايين وقاعدين عندنا في الصاله كده ويقعدوا كده الجيران. أيوة. الجاره كنت اجي من الجيش الساعه 2 بالليل ما تستناش للصبح.
تيجي بالليل تشب جوزها وعيالها وتيجي تخبط عشان تيجي تسلم عليه. هو ده علي. بيت العيله اللي احنا بنحب ان احنا نظهره في حلقاتنا طبعًا. يعني هو ده اللي بنحب نلقي عليه الضوء، لان هو دي هي دي الاسر المصريه الحقيقيه، الاسره. ويا ريت الجو ده يرجع يحب بينا، يا ريت والله. انا بشكرك يا حاج عبد العزيز، بنحب بعض ونخاف على بعض وعلى خواطر بعض. يا رب نرجع كده يا حبيبي، ونرجع راجل واحد. بشكر ايمان الصباح اللي فنانتنا ونجمتنا النهارده، شكرا ليكي. بشكر الاسره كلها، اسلام وإسراء. بشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتكم لنا، وإلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، حلقة جديدة وأسرة جديدة، حلقة جديدة من بيت الله. يبارك فيك.